بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا امرأة عراقية مهتدية، أقسم أنني شيعية من مدينة ومنطقة وبيئة كلها شيعة، وأهلي وأقاربي ومن عشيرة معروفة شيعية الأصل. اهتديت منذ 5 سنوات وتركت التشيع، دين الرفض والشرك والغلو، إلى دين التوحيد الخالص لله كما قال لنا ربنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة. وأبرأ من دين التشيع دين الشرك والضلالات والكذب والدجل الذي يسب به صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي خدعنا به وأهلينا منذ سنين. أثر علي هذا الأمر، نعم تعرضت للأذى في البدايات وصبرت واحتسبت، وكل مرة يزيد إيماني وأزداد ثباتا حتى بات الأمر طبيعيا جدا. أنا الآن أتكلم ويرتفع صوتي وأجادل كل من يخالفني، وأحاول جاهدة أن أقنع حتى لو البعض من أهلي وأخواتي، وأبين لهم دين الحق وبطلان هذا الدين الرافضي المليء بالشرك والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وبفضل الله ومنه تمكنت من التواصل مع الأخ رامي عيسى كي أعلمهم بهدايتي وأزلزل بها ملال الرافضة ومن يركن ويستمع إليهم ويتبعهم، وأقول لهم: خسئتم ومن اتبعكم أيها الدجالون الكذابون، نحن أحرار، خلقنا الله أحرار واختصنا لعبادته وحده لا شريك له، ونخلص أعمالنا كلها له، وذلك باتباعنا لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يا شيعة الدنيا جميعا، يا من خدعتمونا وداعا لعبادة الشرك والقبور والتضرع لغير الله، وداعا وإلى الأبد، مرحبا بعزة الإسلام ونعمة التوحيد. كفاكم تجارة، تاجرتم بدماء الشيعة بهذه الفصائل الميليشياوية الرعناء التي تعيث في الأرض فسادا، وتاجرتم بأعراضنا باسم المتعة، وتاجرتم بأموالنا باسم الخمس والأضرحة والعزاءات التي تنفقون عليها الأموال، بينما الشعب يعاني من الفقر والحرمان في بلد كثر فيه الأيتام والأرامل يعيشون على النفايات دون مأوى ورعاية لهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.